السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ طيب ردا على السؤال بتاع انا لو خريج جامعة وعايز اسافر سياحة او دراسة اكملها، ايه الخطوات؟ معانا الاول مصطفى ناجي شريكي في الحياة، وطني شوية تامر عاشور ده شريكي في الحياة من اولها لاخرها ان شاء الله. طيب نرد على السؤال ولا عايز تسأل حاجة ناجي في النص كده؟ اهو نسافر ازاي بقى؟ طيب نخش، لو عايز تسافر سياحة عادي يعني مش هتدرس مش هتكمل دراسة، لو هتسافر سياحة رقم واحد كل القصة كلها رقم واحد بتخش اونلاين على الموقع الرسمي للسفارة بتقدم ان انت عايز تاخد فيزا اسمها B1 B2. تمام؟ انت هتوقعنا ولا ايه؟ حاجة تانية ان شاء الله، انت لو مخلص وبتشتغل تفرق عن مخلص ومش بتشتغل. ليه؟ انك لو مش شغال الموضوع بيبقى صعب شوية، لان هما بيطلبوا منك HR letter بيتأكد ان انت شغال في شركة وهتروح وتيجي او معاك فلوس. طيب لو مرتبي كام؟ ما انا هقول لك، لو انت مثلا مش عارف البنك ستيتمنت بتاعك او اسمها ايه؟ لا الحساب البنكي، الحساب البنكي بتاعك ده يبقى فيه قد ايه بالظبط؟ مثلا الناس كلها مسوحاها الموضوع ده. الموضوع سهل وبسيط جدا. دلوقتي هناك انت رايح ورايح واحد رايح سياحه، هل مطلوب منك انك تحط مثلا في رقم الحساب بتاعك 100,000 دولار؟ ميك سنس؟ لا، كل اللي عليك ان انت بتعمل حجز مبدئي مع طيران، بمعنى في شركات من الطيران بتقدر تاخد ريفند، يعني تقدر تاخد فلوسك تاني لو لغيت التيكت بتاعك. فده رقم واحد انت بتعمله، بتخش تدور على الشركه اللي البوليسيز بتاعتها او الرولز بتاعتها ان انت ممكن تقدر تاخد ريفند او ممكن تاخد فلوسك تاني، بتخش تعمل حجز عادي يبقى معاك مثلا رايح جاي. نفس الحكايه بتعمل للاوتيلات، في اوتيلات برضو بترجع لك ريفند، وبتاخد الورق ده كله تمام وبتطلع بيه على السفاره. الايام بتاعتك اللي انت هتاخدها ليه؟ انا بقول لك الكلام ده قبل بنك ستيتمنت عشان هو ده اللي هيحدد فلوسك بتبقى قد ايه. بمعنى انا حجزت مثلا انت عاده لما بتتقبل او الناس كلها عارفه ان انت بست شهور وانت مثلا رايح اسبوعين، فالاسبوعين ده حوالي مثلا 1,000 دولار is make sense. 1,000 دولار لو معاك حساب في البنك فيه 1,000 دولار، ده مش هيبقى فيه شك ان انت رايح مش راجع تاني، او رايح تعمل بيزنس، او رايح حاجات كتيره جدا. فالموضوع بيمشي وبيتقبل. ليه؟ لانه make sense. فانت مثلا بتعمل حجز مبدئي مع الاوتيل اسبوع مثلا او اسبوعين، نفس الكلام مع الطيران مع الاتش ار لتر بتاعتك او كده كده مع حساب البنك بتاعك معاك يعني، وبالحساب البنكي وبتروح تقدم. يا معلم لو رحت بقوله لك ده وما اتقبلتش اطلع اقول جاكسون ما بيفهمش حاجه، شكرا. ولا نقول على موضوع ال 1000 دولار بس؟ 1000 دولار بس لو رايح اسبوعين. اسبوعين انسناف، اسبوعين يعني انت بتتكلم 16,000 2000 دولار. ما انت ميك سنس يعني، لو الراجل جه قال لك مثلا ان انا ده جيمي، ان هو جه قال لك مثلا انت مسافر اسبوعين، هو بيسالك في السفاره انت رايح فين؟ هتعمل ايه؟ فلو انت مثلا قلت حاجات برضو it doesn't make sense، ملهاش فكر مظبوط، بمعنى ان انت مثلا رايح هتقعد في الميوزيوم او مش عارف اي حاجه، هتروح متاحف، هتروح مش عارف فين، هتروح سافر فين، هتعمل ايه؟ اللي انت بتعمله ده استحاله يبقى 1000 دولار مثلا، ممكن يبقى 2000 ب3، فانت تبقى عامل كله ميك سنس، بحيث لما يسالك سؤال بيبقى كل الورق عنده ميك سنس بالنسبه لك، فبيمشي كويس فبتتقبل. فهمت؟ في حالة ان انت رايح تقدم دراسة بقى، فعندك مثلا الدراسة بتقدم بدل ما بتقدم في السفارة على الاونلاين على B1 B2، بتقدم على حاجة اسمها F1. الF1 دي هي الفيزا الدراسة، بمعنى ان انت هتقدم اونلاين فيزا F1 قبل ما بتقدم او بعد، وانت بتقدم بتكون قدمت مع جامعة اونلاين في امريكا او في البلد اللي انت رايحها. بمعنى لو رايح امريكا انا ممكن ارشح لك جامعه اسمها بافالو يونيفرسيتي دي او بافالو كوليدج دي، بتقبل اي حد بتقبل، بتقدم عليها اونلاين، بتدفع الفيز اللي هم بتاعت الابلكيشن بتاعتهم وما تستخسرش علشان الفيز دي هي اللي هتدخلك، بتتقبل بتاخدها وبتطلع بيها على السفاره بنفس الورق المتبقي من اللي انا قلته، بتروح بيه ويا معلم هتتقبل 100%. تركيه واحده بس اللي محدش بيطلع بسببها وكله بيغلط فيها، هم هناك بيحسبوا السنه الواحده في الدراسه ب 25,000 دولار، وده عشان كده ناس كتيره بتترفض في ان هم طالعين الدراسه. لازم يا معلم لو انت هتدرس هندسه بخمس سنين تبقى عامل حسابك ان انت معاك 25,000 في 5 في الحساب البنكي بتاعك، بمعنى 1,000,000.
فهمت؟ فهمت؟ كده يا معلم مليون طبعا جنيه مش دولار. ف ببساطه جدا لو عملت اقول لك عليه ده تطلع ونتقابل هناك ان شاء الله. وقبل ما نقفل ونختم تحب تقول حاجه يا ناجي؟ حبيبي شيمي حبيب قلبي اهو، ربنا يوفقك والله. يعني مالها يا عم مودرن اكاديمي. اشوفكم على خير، السلام عليكم.